فضيحة جديدة تلاحق كتائب أبو العباس، فلم تكد تنتهي قصة تمردها على الأمن بتعز حتى كشفت الجهات الأمنية عن عثورها على مقتنيات أثرية في مجمع هائل سعيد الذي كان مقر عمليات قيادة الكتائب في المدينة القديمة. وفق مصادر أمنية، فإن إدارتي مكتب الثقافة والشؤون القانونية بالمحافظة تسلمت المقتنيات الأثرية الجديدة. تفاجأنا أن الأدوات التي قيل لنا أنها قليلة وأنها بسيطة ويمكن أخذها أصبحت مخزنا متكامل يحتاج إلى جهد كبير، يحتاج من الصعب إعادة لجنة الحصر لسابق عملها حتى تنجز هذا العمل، لكننا ننتظر منك التوجيهات. المخزن مكتظ يحتاج لنقله بأسرع ما يمكن في ظل الإشكالات الحاصلة، يحتاج لخطة عمل مزمنة بأسرع ما يمكن، يحتاج للاهتمام المطلق حتى لا تبقى هذه الأدوات عرضة لأي تلف أو لأي إشكالات أخرى. تضم المقتنيات الأثرية وثائق قديمة وأواني فخارية وتحفا أثرية، بالإضافة إلى مخطوطات وتماثيل تاريخية تعود إلى الحضارات اليمنية القديمة، ويظهر على بعضها رموز مكتوبة بالخط اليمني القديم. يأتي الكشف عن الآثار المخفية في المدينة القديمة بعد شهر ونصف من تصريح الكتائب عن تسليمها الدفعة الأخيرة من الآثار في 14 مارس إلى لجنة رسمية خاصة بحصر وجرد الآثار. قالت الكتائب وقتها بأنها احتفظت بتلك الآثار في 79 صندوقا خشبيا. كانت اللجنة الرسمية قد أقرت حينها عن تسلم هذه الدفعة الأخيرة من الآثار من كتائب أبو العباس، إلا أن الرواية الرسمية الجديدة لمدير مكتب الثقافة عبد الخالق سيف تحدثت عن بلاغ ورد إليه من قبل أبو العباس قبيل الأحداث الأخيرة عن وجود بقية آثار في مجمع السعيد. تعود المقتنيات الأثرية الهامة إلى المتحف الوطني بتعز الذي تعرض بعد اجتياح ميليشيا الحوثي للمدينة إلى الحرق والدمار، وذهبت مقتنيات المتحف إلى يد كتائب أبو العباس بعد تحرير تعز، لكن حادثة وجود مقتنيات أثرية في مقر قيادة الكتائب بعد ادعاء تسليمها فتحت الكثير من الاستفهامات حول مصير الآثار اليمنية في تعز وخارجها.